اللي داس بها الرحمه وعلى ما نصبش هاد النار على واحدين كيقلبوا على واحد لاسيستون دي ديريكسيون ايوا خدوا ما نخدم ياك نتوما دايرين لانونس ايوا انا لقيت نمره التليفون كنعيط لكم بغيت نخدم تري بيان نسمعوا هاد المكالمه هادي الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام خويا كتسمعني عافاك انا لقيتكم دايرين لانونس في انترنيت اها كتقلبوا على لا سكرتير دايرينها عافاك واش مازال داكشي كاين مازال ولكن خصك تستنى السيفي فلاي باش تشوف السيفي كي داير في بزاف ناس تستفاد ولكن انا ما عنديش لي مايل ما يمكنش والله ما عندي اخويا عشان راك شوف انا ماشي من المدينه وراغي من النواحي والله ما عندي لا لي مايل ما عنديش كونيكسيون والله داكشي باش انا كنعيط حتى دابا راه كنعيط لك لواحد التليبوتيك اوكي ما يمكنش ما عندك ندير لك راه كاين ناس مستفين في لي مايل وداكشي زعما زوين قبل منك وفهمتي شوفي ديري لي مايل ولا ديري شي حاجه شنو هو دري مايل شنو هو واحد لابورتي مايل كتلف فيها الناس شي حاجه ديالك كي ندير له وانتي ما عارفاش باغا تخدمي ما يمكنش حنا راه واحد البنات نبداو في لي مايل واش كتحكي لي يا خويا حرام عليك حرام عليك اخويا واش انا كل لقيت لي يوريني هادشي ويقريني نجي ندير بحالك حرام عليك اخويا والله كيما درتي مشيتي دوزتي النمره عرفتي لي مايل وتعرفي كلشي دابا شوف ديفو عندك بعدا القرايه وقريت سادس شاد لاش بحالي علاش راستكم ولكن بلاتي راستكم نتوما تما كاتبين طالبين باك زائد 5 انا راه زائد 6 راه خرجت من السادس لا سمحي لي راه كيتلف في النمره واقيلا الله يعاون لا خويا والله ما تلف اسمعني انت شوف اخت عليك تعاودي تتصل بيا بيان سور طبيعي الحال ما كنتفكوش انا الو خويا حرام عليك قطعتي عليا وهكا كتعاملوا حرام عليك ماشي حرام عليا ولكن راه ما عندي ما ندير لك صافي راه حيدنا كاع داك البوست اسمع شوف شنو اسمك الله حمزه ها انت شوف الله يعطيك الصحه حمزه انا شفت دابا مع واحد ولد الدرب هو اللي قاري فينا في الفيلاج قال لي يصاوب لي مايل لا سمحي ما يمكنش دابا صافي عمرها والله العمر الفوق وحرام عليك اخويا حرام عليك واش عمر في 3 دقائق فين عاود تعيط لك يلا درت جوج دراهم في التليبوتيك اللي قطعنا راه عيطوا لي عباد الله وصافي حرام عليك اخويا والله حتى حرام عليك هادشي كتعامل معايا ما هضرنا كنلقاوش الخدمه في هاد البلاد اخويا والله ما يمكن ليش شوف شوفي بلاصه اخرى احسن لك انت دابا هذيك نتوما كنتو طالبين شنو كنتو دابا اسيستونت دو ديريكسيون ياك اسيستونت دو ديريكسيون والله ما كنغوت راه ما كنخافتك ما تسمعنيش وصافي لا كنسمعك قلت لك هذاك البوست اللي كان عمر ما عندي ما ندير لك دابا شوفي حاجه اخرى كاين شي حاجه اخرى ما عرفتش قلبي في الانترنت كيف ما تخشي قلبتي راه غتلقى ورا ماشي واش صاحبك انا ما كنعرف شنو هي انترنيت ما كنعرفش انا داكشي انا واحد ولد الحومتي ولد الفيلاج قاري فينا هو اللي دبر ليا بحال ما كتعرفيش انترنيت راه ما يمكنليش تخدمي معايا الا خدمتي معايا صافي غادي نسدو حنايا ودابا شوف اجي ما بغيتوش شي وحده تبقى دير فوتوكوبي لا بعدا فوتوكوبي ما بغيتوش شي وحده تجيب لكم قهوه والله كلشي عامر خويا حرام عليك حرام عليك من الصباح وانا كنهضر معاك بالادب وانت طالع السما والله راه غير بحيد دابا باقي ما قطعش عليك راه مزيان كيفاش قطع عليا كيفاش قطع عليا واش بغيتي نجيب لك ولاد الفيلاج حرام عليك اخويا شوفي الا لقيتو نعيط دابا هكا كتعاملوا مع واحد ما خدامش داكشي باش الناس مساكن ما كيلقاوش خدمه هنايا كاع اللي كيقلب كيطلبوا له 5 سنين الله يعاون ديال 5 سنين ديال التجربه منين جا انا 5 سنين التجربه وانا يلاه عمرني ما خدمت وصافي الله يعاون كيفاش الله يعاون الو صافي والله حتك وصافي ما دريناش مشكل ما درت لك انا ما درت لك دابا لا مشكل لا والو انا بهضرت معاك بالادب دابا اشرح ليا انت ما خدمتينيش واحد اخر ما خدمنيش وباش كنجيو نبغيو نقلبوا على الخدمه كيقول لك طالب لك 5 سنين ديال التجربه منين غتجينا 5 سنين نتوما ما قابلينيش لا انا ما بغيتش نخدمك صافي كيفاش ما بغيت يلا لا ما بغيتيش تخدمني وعليك اخويا تخلصني من جيبك نصاب رقم واحد في المغرب في هذه الايامات هي رحمه حضوا معها كلها كل نهار تقدر تصل بكم تقدر تكون انت هو الضحيه ديال رحمه ولا سمعي مات في العادي.